ونبدأ مع بعض أول فقرات 7 داي سبورت، وكالعادة بنبدأ من عند النادي الأهلي. النهاردة في تمام الساعة 4 عصرا بدأ الأهلي تدريباته في جنوب أفريقيا استعدادا لمواجهة سان داونز إن شاء الله يوم السبت في دور المجموعات دوري أبطال أفريقيا في مباراة مهمة جدا. بعثة الأهلي وصلت في منتصف الليل تقريبا بعد رحلة شاقة جدا، وكان في استقبالهم السفير المصري في جنوب أفريقيا السفير أحمد الفضلي. وزي ما حضراتكم عارفين اللقاء ده مهم جدا جدا جدا. اللقاء ده يعني قدرنا نفوز الحمد لله على القطن، وعملنا مباراة جيدة جدا وعدينا لقاء كان يدخلنا تاني المنافسة، ويدخلنا في المنافسة مع فريقين كبار بالمناسبة، سان داونز والهلال فريقين كبار. يمكن ماتش الهلال خلى الأمور برضو تبقى أصعب مما احنا كنا متوقعين، لكن أرجع وأقول لحضراتكم إن احنا عندنا فرصة نتأهل كأول عادي جدا، وعندنا فرصة نتأهل كتاني عادي جدا، عندنا فرص كتير جدا للتأهل. المهم بالنسبة لنا إن احنا ندي الماتش ده حقه. الماتش مش سهل، الماتش قوي. سان داونز في جنوب أفريقيا من اللقاءات اللي دايما ما تتسم بالصعوبة طبعا يعني، ولكن يا ما كسبنا سان داونز في جنوب أفريقيا، يا ما كان لينا دور بالمبادرة في التسجيل في جنوب أفريقيا في سان داونز. مهم جدا إن حالة الفرقة والتركيز اللي فيه الفرقة في الماتشات اللي فاتت سواء في الدوري أو في ماتش من أول ماتش القطن، يعني مهم إن احنا نفضل مستمرين في نفس حالة التركيز دي. مهم جدا كمان إن الانطباع الأول عن فريق النادي الأهلي من أول دقيقة في المباراة إنه يكون جاي يكسب، لا جاي يتعادل ولا جاي يعمل أي نتيجة تانية غير إن احنا نكسب. ده من الحاجات المهمة جدا. النادي الأهلي يلعب في جنوب أفريقيا كأنه بيلعب في القاهرة بالظبط. الماتش لا يقبل القسمة على 2. الماتش ده يخرجنا من فكرة حسابات كتير جدا. التعادل يحطك برضو إن انت لسه بتنافس في الصعود وكل حاجة، لكن الفوز يخليك ترتاح،